يقال لهؤلاء جميعا إن الإسلام فرق بين أمرين كبيرين، بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. لم يصد الإسلام عن شرعة العلم أحدا ولو كان كافرا، بل إن الكافر إذا تحمل شيئا من العلم في حال كفره ثم أسلم وروى بعدما أسلم وتوفرت فيه شروط الأداء فروى ما تحمله في حال كفره قبل منه. وعند البخاري في الصحيح حديث جبير رضي الله عنه لما أوفدته قريش إلى المدينة للقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه في شأن أسرى بدر، قال: فدخلت مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس المغرب يقرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: فذلك حين كاد قلبي أن يطير. روى هذا بعد أن أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وتحمله في حال كفره. تحمل العلم، تلقيه ومعرفته والإحاطة به، أهلية التحمل لا يصد عن التحمل أحد، حتى إن العلماء ليجيزون للمعدوم الذي لم يخلق بعد، فأجيزك بكتبي ومروياتي، وأجيز ولدك في رحم أمه، ومن يأتي من صلبه بعد إلى سابع ولد، فهذه إجازة لمعدوم فقد لا يأتي منه أحد، وإنما هي المحافظة على بركة الإسلام. الكافر يتحمل، والفاسق والفاجر والبر والمنافق يعرف أهلية التحمل مفتوح، ولكن لا تخلط بين أهلية التحمل وأهلية الأداء. الأداء أن تؤدي ما قد تحملته، أن تعلم الناس وأن تبصر الناس وأن ترشد الناس وأن تدل الناس على ما علمته من علم وتحمل، فهنا على المحك، وينظر في دينك وينظر في مروءتك وينظر في حفظك وينظر في سلوكك وينظر في عاداتك، ويضطر من يؤدي العلم إلى ترك كثير من المباحات خوفا من الزراية عليه والنظر إليه بعين الاحتقار، لأنه لا ينبغي له أن يأخذ بمثل هذا وقد ترخص فيه. أما أهلية الأداء فلا بد أن يكون عدلا، أن يكون تقيا محافظا على الواجبات والسنن ظاهرا، وأن يكون ذا مروءة، فلا يأتي بما يخرم المروءة على حسب أهل العصر. فلو كان أهل العصر يرون أن الرجل إذا مشى في الناس حاسر الرأس يكون مخروم المروءة، ومشى هو في الناس حاسر الرأس فقد خرمت مروءته. إذا كان الناس يرون أن الشرب في الشوارع والأكل فيها إلى غير ذلك مما تواضع عليه الناس أن ذلك مما يخرم المروءة فأتى به، فإن علمه حينئذ لا يحمل عنه لأنه قد صار مخروم المروءة على تفصيل عند أهل العلم.